عسلامة مدام. سلامة. بيك عايش. حابين نحكيو على تجربة العيش بعد وفاة الزوج، كيفاش تكون التجربة بالنسبة ليك وانت عندك تجربة؟ والله صعيبة شوية، أخيرا أنا قوية مساسة نخدم وكل شيء، كلي نخدم أنا وشهرية ضعيفة، ماذا بي أنا كان يزيدونا شوية في اللوتريت متاع الراجل، خاطر أنا وحدي يد وحدة، عندي ولد زوج ولاد، واحد 18 واحد 30، وواحد يخدم واحد صغير لا عنده المستقبل لا شيء. صغير ماهوش يقرا 18 سنة؟ مازال مش يقرا، وقف لي على القراية، نحب القراية سنة أنا مازلت. علاش وقف على القراية مدى؟ صارت له شوك من بوه. قداش عنده الوالد ملي توفى والد نتاعه؟ 5 سنين. وليش عنده 5 سنين عاطل عن الدراسة؟ لا توا عام ونص برك. مش تقنعوا يرجع يقرا مثلا؟ نحاول قرايته هي كل شيره. نقول تو نحطوا في الجيش، نحاول كل شيء نقول تو نخف يعني. هو في الجيش لازم يكون تو نحاول وذكر يقرا معناها نجم يدخل. هو نحاول لما ذكر صعيب. قد ما تقول له على حاجه يحب يمشي برايه هو. خاصة كي تلقى المسؤولية وحدك وأنت المسؤولة وحدك معناها على زوج ولاد. صعيبة عندك الحق. كورة راموم كان جو ممكن. ساعات بالبو والأم صعيبة. كان جو عندي ولد المتفاهم الكبير شوية. ما ينجمش هكا يحكي معاه باعتبار أنه أكبر منه. أما الصغير صعيب، سن مراهقة صعيب. فهمت هكا بدا شوية حسيته عامين توا خير شوية. أما ديما يقول لي أمي علاش مشكلة عبيدة درسني درسني، يقول له الدنيا صعيبة باباني نخدم الحمد لله. هذاك هو ويا ما الحمد لله. لازم يرضى باللي يعطاه له ربي باش ربي يرزقه. قول أنا في نعمة تشوف ربي يعطيك كل شيء. كل شيء مو صغير ما يعرفش. أنت تخدم هذا؟ نخدم شهرية قدها. قريب شنو اللي انتريتي؟ ترتاح كي تاخذ ريتريت ولا؟ معنا في الشهر تو. ترتاح كي تاخذ ريتريت؟ ان شاء الله. ما جربتهاش انا ما شاء الله. معناها انت من نوع المراه اللي تحب ديما تخدم وتتحرك والا تحب القاعده في الدار؟ نحب ديما نخدم ونتحرك. دونك صعيب تقعد. جرب نقعد اكثر من كونجي 15 يوم ما نحبش. ماذا بيا ما نحبش. خاطر نزيد وحدي ماذا بيا. ديما عبد يحب يحسن في المعيشه نتاعو مع الدنيا غاليه مع الخضره والغلال وكل شيء غالي. بيع. في ظل الغلاء هذا كيفاش عامله مدام؟ اللي دخلت عليه نشريه واللي ما خلصش عليه نخزر له ونتعدى. عندي ملعب كي العباد الكل الحمد لله. تبيع ولدك معناها عندك شكون تصرف عليه؟ تصرف على روحك تصرف على زوج ولاد وين؟ مش قلت لي الكبير يخدم؟ اي توا مازال كي جديد ما عندوش برشا شهرين. معانا مدات عانى شويه. انت مسؤوله على دار كل ماني؟ دار كل مسؤول كري وماء وضوء يا مكا ضعيف كري ضعيف اي بتاع قبل في مقدورك في مقدورك شنو نعملو هوك شهرين نقسمه الحمد لله يا ربي لك الحمد لا هو الحمد لله على كل شيء راهو نقول الحمد لله العبد كي نخزر غيرنا نصارى نشوفوا العبيد اللي عايشه في الشارع نشوفوا العبيد اللي مش لاقيه تتعشى نشوفوا العبيد تي نشوفوا اهل غزه معناها بركه على حاجه نقول له شوف غيرك كيفاش عبيد طلقت في الدباب عبيد ماش خالتها قوت ماكلتها عيشتها احنا كي ناكلوا خير من غيرنا يولي هاكا نقنعوا باللي ذكر ولا صحيح ما نقنعوا هما الشباب اللي في عمره تو 18 سنه ديما يقارن روحه بصحابه ديما يقول انا شبيني ما نلبسش كيفو شبيني ما نعملش بحفه كيفو شبيني ما نشريش تليفون كيفو فما المقارنه في العمر هذاك تو يكبر تو يتفهم اي هاكا بدا شويه يتفهم عميل تالي صعيب ما توخي مسؤولية الأولاد خاصة مش كيما البنات صعيبة مسؤولية الأولاد صعيبة برشا يحب لها مرأة قوية كيفي أنا ربي يقويك أكثر وأكثر ما دام عليهم الحمد لله أنا قد عشت في حياتي قد مثل لي صعوبات نتقوى عليهم هكاك أنا ما نخليش روحي نتيح الحمد لله نتمنى لولادك نتمنى لهم النجاح التوفيق كي الناس الكل كي الاولاد الكل ان شاء الله تونس في خير شنو المواقف باهي هاو يتقدم ماذا بيه يخزر لك اللي راه الموتى رجال ما يحس يقدر لهم شهريتهم الانتريتيه ضعيفه سورتو انا راجلي شهريته ضعيفه على الاخر
مش تاخذ في حاجه ما خدمش برشا خدم ما هو حسب كان ممراض وخدم حر وحده فما ظروف حكمت عليه وقص على الخدمه قط طريف جيترون شو مش قويه وكا الحمد لله اما ماذا بيا كان الدوله تخزر لنا اللي احنا رجالنا موتى يقفوا معنا شوي تو انا فرحت قالوا كل مده زياده سمعت هاني مش نشوف تو ان شاء الله تلقاهم زادوك قالوا ما زادوش كنت في البوسه خاطر انا ما نعرفش سمعت كان قالوا لك الحالات المعززه تاع 180 دينار زادوهم في بالي انا الانتريتيه سمعت باش يزيدوا ما نعرفش وقتاش ان شاء الله ينظر لنا بعين الرحمه مدام بعد ما نعمل دار ملك وماذا بيك ان شاء الله ربي يرزقك مدام ما تعرفش على روحك شهر اخر شنو تنجم معناها شنو حياتك تنجم تكون ما تعرفش عليها الرزق بيد ربي عايش مدام يصيروا مواقف هكايا تقول ما صبهم جا موجود اي سير كي كان حي خير حتى ما يجيبش فلوس البو خير هما حاجات هكا يصيروا تلقى روحك ماكش قدهم يخرج راسه صحيح يقول روح ما يحبش يروح نحشم باش نمشي نخرج له في الليل ساعات يقعد لي مثلا باش يروح نصف الليل 10 ل 11 نولي نضطر باش نخرج له انا هذيك ماذا بيا نقول بوه معاه راه يخرج له هو فهمتها كيف هذيك اصعب مرحله اصعب مواقف مش حكايه فلوس راه الفلوس تمشي وتجي يقولوا الطفل والتربيه وحدها والخلق وحدها والمعامله وحدها يقولوا الطفل الكبير هو يعوض البو صحيحة هذه ولا لا؟ صحيحة بو ما يعوضوا حد الجيل متاع توا ما ينجمش بو ريت بالنسبة لي أنا عنده فلوس ما عندوش بطال يخدم ما يعوضوا حتى حد يكذب صحيح هو حد ما يعوض حد ما نعوضوا حتى 20% على المرأة سورتو المرأة تبدا ما غير الراجل حيتها وات أنا نظريتي هكا نظرية متاعي هكا ما نعرفش غيري كيفاش فهمت؟ حسب ما ريت نفس النظرية فما حاجات المرأة تقف عليهم هي فما حاجات يقف عليهم الراجل ما عندك ما تعمل فيهم انت هو توكي يقعد يقول لي كان عندي بابا فهمت ان شاء الله ربي يفضل له امه ويخليها تعيش فوق راسه نخلي لك الكلمة الأخيرة شنو تحب تقول ان شاء الله تونس في خير ان شاء الله حسن لا أحسن ان شاء الله رئيسنا يقفلنا الطلب نتاعك انه تصير مراجعه في الاجر نتاع المتقاعدين اما هو يلزم يخزرنا زاد اللي شهرين ضعاف اللي ما عندهمش ديار اللي 100 حاجه صح عايش